لأجل تحقيق العدالة في كافة مؤسسات الدولة، تشهد الجامعات الليبية وقفات احتجاجية وتظاهرات تطالب بالاعتصام التام ما لم يتم إنصاف الأستاذ الجامعي. عضو هيئة التدريس علاماتهم وترقياتهم ومستحقات الإجازة الخارجية موقوفة منذ سنوات، تعاونهم موقوف منذ سنوات. السنة الماضية تم استقطاع علاوة معدلات الأداء سنة كاملة مع أنها كانت مضمنة في الميزانية. طبعا أنا من الشريحة المرفهة اللي ذكرها رئيس الحكومة في زيارته لمدينة غريان، وأنا اللي راجع من نهاية 2019 وإلى الآن اتقاضى في ربع مرتب. طبعا الشريحة المرفهة اللي اتقاضى في ربع مرتب طبعا 260 دينار، فالآن لي حاليا 21 شهر وما زلت ننتظر في تعديل مرتبي. وفي نفس القاعة التي استقبل فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية أثناء زيارته لغريان، أعلن أعضاء هيئة التدريس غريان الاستمرار في اعتصامهم. تم إلغاء الاعتصام وفك الاعتصام لأكثر من 3 مرات، وفي كل مرة يعاد خداعنا من جديد، ونحن في هذه التظاهرة يعني نعلن أننا مستمرون في اعتصامنا، وسوف لن نؤجل أو نهادن أو لن نخدع مرة ثانية إلى أن يتم تحقيق كافة مطالب أعضاء هيئة التدريس. كما يطالب أعضاء هيئة التدريس بالإسراع في إصدار جدول مرتبات موحد يضمن ويحقق العدالة لكافة القطاعات. وقفات احتجاجية تشهدها الجامعات الليبية ومخاوف من تعطل الدراسة بالجامعات لهذه السنة ما لم تحقق مطالب أعضاء هيئة التدريس. أسامة ساسي، قناة ليبيا الأحرار، غريان.